الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام عليك يا حبيبي يا رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام. حبيب قلبي، قبل ما نبدأ حلقتنا اذكر الله صلى على الحبيب المصطفى عشان تكتب سؤال ونكتب معاكم سؤال، ويلا بينا نبدأ الحلقة. في بيت في الصعيد كانت قاعدة بنت جميلة اسمها رحيب، عندها 29 سنة، قدام والدتها وبتتكلم بكل حزن وبتقول: هو أنا وحشة يا ماما؟ وحشة لدرجة انك انت عايزاني اتجوز اي واحد؟ لدرجة ان انت جاية دلوقتي بتقوليلي ان في راجل متجوز ومعاه 3 اطفال ومراته ماتت وعايزاني اتجوزه؟ لدرجة دي انا وحشة يا ماما؟ قطع لساني اللي يقول عليك اي كلمة يا بنتي، ده انت زينة البنات ومكملة علامك وكل حاجة حلوة، بس يا بنتي ما تزعليش مني، خالاتك وعماتك هتسمعوني كلام زي السم، انت داخلة على 30 سنة، يعني خلاص مفيش واحد هيتقدم، أي واحد هتيجي تتجوزيه هيكون عنده على الأقل 31 32 سنة، هيروح يدور على بنت لسه مش متعلم، بعد كده هتلاقيهم كلهم متجوزين، وبصراحة عماتك هتقول عليكي عالي، وأي مناسبة يحاولوا يحرقوا دم، علشان كده ما قلتش بخليكي تروحي أي أفراح أو مناسبات. اتجوزي يا حبيبتي، أنا لو عشتلك النهاردة مش هعيشلك بكرة. رحاب انجرحت من كلام والدتها جدا، لدرجة ان هي كانت بتمسك نفسها علشان دموعها ما تنزلش، كانت عمالة تتنفس علشان دموعها ما تنزلش، وقالت لها: انت عال عليك يا ماما، وانت بسبب لك احراق مع عماتي والناس. خلاص يا ماما، ايه اللي تشوفيه، انا موافقة مادام انت موافقة يا ماما. لا يا قلبي، شوفيه هو هيجيلك النهاردة، وقعدي معاه واتكلمي معاه، وان ارتحتي ليه وان شاء الله هترتاحي ليه، يبقى على بركة الله تتجوزي، مش ارتحتي يبقى خلاص هو في حاله واحنا في حال. ماشي يا ماما، ربنا يسهل. وإجا الليل وإجا الشاب، واللي كان اسمه رحيم كان مؤدب جدا، بس هي كان على وشها رحاب ملامح الحزن والقهر، وكانت ساكتة خالص وبصة في الأرض، مش بصة إيه، هي كانت كل اللي في دماغها إن هو واحد عجوز، واحد عنده 3 أطفال وكمان متجوز من 9 سنين، هيكون عنده ايه يعني، هيكون 40 42، اما بالنسبة ليه فهو كان شاب جميل جدا. لاحظ حسنها ولاحظ ان هي بصة في الارض ومش قادرة تتكلم، اتكلم هو وقال: ازيك يا نسا رحاب، اظن ان النهاردة هي قعدة طهارة او الرقية الشرعية زي ما بقول، انا جاهز لاي اسئلة انت عايزة تسأليها. فضلت رحاب بصة في الارض كأنها مش شايفة حاجة قدامها ومش عايزة تكلمه، هو حس ان هي حزينة او هي مغلوبة على الفرح ده، اتكلم معاها بهدوء وبحب كأنه يعرف، وقال لها: طب مادام انت مش عايزة تسألي انا هقولك كل حاجة، انا اسمي رحيم، عندي 32 سنة، مهندس، عندي ولدين توأم وبنت، الولدين عندهم 8 سنين والبنت عندها 4 سنين، زوجتي ماتت وهي بتولد البنت الاخيرة. بصت له وهي مش مصدقة وقالت له: ايه 32 سنة؟ ازاي انت صغير كده وعندك 3 ولاد وكبار كده؟ مالك مظلومة كده ليه؟ ليه هو انت كنت مفكراني عندي كام سنة؟ كنت مفكرة يعني انك عندك 40 42 45. ليه يعني؟ علشان يعني عندي اطفال كبار. بص يا ستي، انا اتجوزت بنت عمي وانا في الكلية، لان والدي كان نفسه يسافر يعمل عمر، وبنت عمي كانت معانا في البيت في الوقت ده علشان اهلها كانوا ميتين، ووالدي قال لي ان هكتب عليها ولما يرجع طلاق، بس للاسف والدي ووالدتي ما رجعوش وماتوا وهما بيعملوا العمر، علشان كده فضلت معايا بنت عمي وكملنا جوزنا وخلفنا، بس هي ماتت من 4 سنين وهي بتولد بنت الصغيرة. ربنا يخليهم لك يا رب ويحمهم لك، انا ما كنتش اعرف الحكاية دي. تمام يا ستي، انا كده وضحت لك كل حاجة عندي، لو في اي اسئلة عايزة تسأليها اسأليها وانا هجاوبك عليها من غير تردد. لا مفيش، بس هو سؤال بسيط بس عايز اسألهولك، هما يعني ولادك مش معترضين انك تتجوز؟ وبالذات انت بتقول عندي ولدين عندهم 8 سنين، يعني اكيد فاكرين والدتهم ممكن يكونوا معترضين على الجواز وكده. بصي انا مش هضحك عليك واقولك ان ولادي موافقين على الخطوة دي، وبالذات احمد وابراهيم ولادي، انا مسمي احمد على اسم والدي ومراتي مسميه ابراهيم على اسم والدها برضه،
أحمد وإبراهيم كانوا بيحبوا والدتهم جدا ومتعلقين بيها جدا، علشان كده صعب شوية التعامل معاهم، يعني هتلاقيهم دايما متحيزين لوالدتهم زي أي طفل، علشان كده عايزك تتعاملي معاهم بهدوء، يعني لو انت حبيت الموضوع وحابة ان احنا نكمل. أوعدك إن لو الموضوع تم صدقني هعملهم كأنهم ولادي، تمام؟ وأنا مش هقدر دلوقتي أقولك أنا موافقة ولا لأ، هصلي صلاة استخارة وأسيبلك الرد بالموافقة أو بالرفض مع ماما. تمام، وأنا هستنى الرد وإن شاء الله تكون الموافقة عن إذنك. وأستاذ الرحيم ومشي، روح على بيته لقى أولاده التلاتة قاعدين مع بعض. بعد ما الدادة مشي بصله وبدأ يتكلم بعد ما أخد بنته الصغيرة على الرجل ويقول: بصوا يا حبايب بابا، انتوا طبعا عارفين ان ماما ماتت من زمان، طبعا عارفين ان الشغل بياخد اكتر الوقت، طبعا عارفين ان مش ينفع البيت يفضل كده من غير حد يكون معاكم، لان الشغل زاد علي، علشان كده انا قررت اتجوز، وصدقوني البنت اللي انا اخترتها هتحبوها جدا لانها هادية ومؤدبة وهترتاحوا معاها، مش عايز اي مشاكل. ماشي يا حبايبي. حاضر يا بابا، مش هنعمل اي مشاكل، بس يا بابا انا خايف لما مش تعاملنا حلو، صحابنا اللي باباتهم متجوزيه ومطلقين مامتهم بيقولوا في المدرسة ان مرات الاب وحش ومش بتأكل ولاد جوزها وبتعاملهم وحش، وانت ممكن ما تزعلهاش ولا تعمل حاجة علشان مش عايز تزعل، يعني ممكن تاخدها مننا. لا يا حبيبي، ده لا يمكن يحصل. يا احمد، انت وابراهيم نور عيون وكمان نور، انتوا اللي التلاتة الدنيا وما فيها بالنسبة لي، ولو حسيت بأي تعامل وحش منها ليكوا عمري ما هسمح لها تفضل في البيت، بس أنا واثق إن هي هتحبكم جدا وإن هي طيبة جدا وإن انتوا كمان هتحبوها، خليكم عارفين إن انتوا أغلى حاجة في حياتي وإن أنا بعمل كل ده علشان راحتكم. مش رحيم بعد ما طمن ولاده شوية ودخل جوه علشان يجهز لهم الأكل، فضلوا الولاد أحمد وإبراهيم وكمان نور قاعدين مع بعض، ويتكلم ساعتها أحمد وقال: الست دي لازم تمشي، مش لازم تفضل قاعدة معانا، دي ممكن تاخد بابا مننا وما تخليهوش يحبنا، احنا مش لازم نسيبها تقعد في البيت، لازم نطفشها. انا هيثم صاحبي قال لي ان بابا ساعة ما اتجوز نسي مامته وكمان بقى بينساه، وساعات مرات بابا بتضربهم وبتطردهم وباباهم مش بيتكلم لان عاد بيحبها اكتر منه، واحنا مش هنستنى اما الست دي تاخد بابا مننا ولازم نطفشها. اتكلمت نور البنت الصغيرة رغم ان هي عندها 4 سنين لكن هي لمضة جدا، وقالت: معاك حق، احنا مش لازم نسيب لها بابا ولازم نمشيها ولازم نحط ايدينا كلنا مع بعض علشان نمشيها من البيت. وقعدوا الولاد التلاتة يخططوا مع بعض ازاي هيمشوها من البيت، ازاي هيمشوا رحاب ويكسروها علشان مش تاخد باباهم منه زي ما هما مفكرين. اما في بيت رحاب بعد 3 ايام من المقابلة، في ال3 ايام دول كانت كل يوم قبل ما تنام تصلي صلاة الاستخارة وتقوم مرتاحة ومبسوطة، وفي يوم مامتها دخلت عليها وقالت لها: هاي رحاب يا حبيبتي، هو قلت ايه علشان الناس مستنية رد موافقة ولا لا؟ بصراحة يا ماما كده انا بقالي 3 ايام من ساعة ما تمت المقابلة دي وانا كل يوم قبل ما انام بصلي صلاة الاستخارة، وبعدها بقوم وانا مرتاحة ومبسوطة وحاسة ان في قبول من يمتي، انا مرتاحة يا ماما، اتوكل على الله وقول لهم ان انا موافقة. ربنا يريح بالك يا حبيبتي، بس اسمعي يا رحاب، انا عايزة اقولك يا حبيبتي كلمتين حطهم حلقة في دماغك، لما توافقي على الجوازة دي انت مش بتوافقي على الشخص، انت بتوافقي على ولاده قبل، يعني ولاده تشيليهم في نين عينيك، وحتى لو عملوا الغلط تكوني زي الام اللي بتداري على ولاده، تعاقبيهم او تفهميهم الغلط بالراحة، بس اوعي في يوم تكون انت السبب في الخلاف بينهم وبين ابوه، دول عيال يتامى وان كسبتيهم صدقيني هتدخلي الجنة بيهم، لان الرسول قال عليها افضل الصلاة والسلام: انا وكافل اليتيم هكذين في الجنة، مش اللي كافل بس هو اللي بيصرف، لا اللي بيراعي واللي بيغسل واللي بيعمل كل حاجة، راعيهم يا بنت راعيهم واكسبي ثواب فيهم، هيكونوا لك ولاد لما تكبري وهتكوني انت في الجنة بسبب ان شاء الله. ان شاء الله يا ماما، صدقيني هحاول اعوضهم عن حنان الام اللي خسروه ان شاء الله. اما عند رحيم
كان إيجاله الخبر من وفاة رحاب وإن هي وفاة تتجوزه، وكان قاعد مع ولاده علشان يقول لهم إن بكرة كتب كتابه عليها، وكان قاعد وبقول: اسمعي يا حبايبي، طنط رحاب اللي تقدمت لها وافقت على الجواز مني وكتب الكتاب بكرة، مش عايز أي شقاوة يا أحمد أنت ورحيم، وأنت كمان يا نور علشان تقول عليكم مؤدبين، ما تقولش إن بابا مش عارف يربي هو وماما. حاضر يا بابا، ما تخافش هنعمل كل اللي انت عايزه علشان تكون مرتاح، احنا بنحب دايما نشوفك مرتاح. عارف ان حبايب بابا هيكونوا مؤدبين. بقول لكم ايه يا ولاد، انا هقوم، انا اروح الشغل علشان انا اتاخرت وحاجي بدري، خلي بالكم من اختكم لحد ماشي. ومشي رحيم، وفضلوا الولاد قاعدين مع بعض، واتكلم احمد بكل قوه وقال: الست دي مش لازم تاخد مكان ماما، انتوا فاهمين، ومش لازم نعملها وحش قدام بابا علشان بابا مش يجي علينا معاها، يبقى معانا احنا، فاهمين كل اللي هنعمله وبابا في الشغل، ومش عايز اي غلط. وعدى اليوم ويجى تاني يوم، وتم كتب الكتاب، كان كتب كتاب بس في بيت اهلها، وبعدين اخدها رحيم وراح على بيته. دخلت رحاب لقت الاولاد قاعدين قدام بعض، أول ما دخلت وشافتهم أخدوا قلبها، حسيتهم كأنهم عيالها، حست فيهم البراءة مع أنهم هم كانوا مش ناويين لها على خير خالص، بس هي من ساعة ما شافتهم أقسمت إن هم هيكونوا ولادها مهما يعملوا، هيكونوا ولادها وولاد روحها. يتكلم رحيم بكل حب وقال: أعرفكم يا ولاد، طنط رحاب، يلا سلموا عليها. سلموا الولاد على رحاب بابتسامة مزيفة، رحاب كانت سعيدة جدا بيهم وقالت لهم بحب: ازيكم يا ولاد، انا فرحانة قوي قوي ان انا اتعرفت عليكم. وقعدوا يتكلموا شوية، وبعدها اتكلم رحيم وقال: يلا يا ولاد ادخلوا نام، واحنا كمان هندخل علشان ننام. وبعدها خدها ودخلوا الاوضة. رحاب كانت قاعدة مكسوفة جدا، ورحيم كان قاعد ببصلها بحب كأنه يعرفها من 100 سنة. وساعتها رحاب قالت له بكسوف: رحيم، ممكن تخلي الموضوع ان احنا نتمم الجوازه دي شويه لما ناخد على بعض؟ بصراحه جوازنا اجى بسرعه، وانا وافقت بالسرعه دي علشان خاطر الولاد لما انت شرحت لي الوضع، بس بصراحه انا مكسوفه ومش متقبله فكره ان احنا نتمم الجواز في الوقت الحالي، ممكن؟ اكيد طبعا، انا مش هغصبك على حاجه انت مش عايزاها، واللي انت عايزاه انا هعملهولك، ما تخافيش من اي حاجه في الدنيا دي. يلا علشان نرتاح، علشان انا عندي شغل الصبح بدري، والولاد كمان والمدرسه. وفعلا تاني يوم بتصحى بدري وبتجهز الفطار للولاد وبتلبسهم وبتساعدهم ان هم يروحوا المدرسه، وبتخرج رحيم ورحاب بتروق البيت وبتجهز الغدا، وبيجوا الولاد اخر النهار من المدرسه وبهدلوا الدنيا جدا علشان يتعبوا رحاب، بس رحاب بتتكلم بكل ابتسامه هاديه معاهم وبتقول: بص يا ولاد، انا عارفه ان انتوا بتعملوا كل اللي بتعملوه ده علشان تتعبوني في الشغل، بس انا بحبكم جدا وعايزه اقول لكم اعملوا كل اللي نفسكم فيه والعبوا براحتكم، بس اهم حاجه قبل ما يجي بابا، لان بابا ما بيحبش البيت يكون متكرك علشان انا انهض اروق. تمام يا حبايبي؟ الولاد استغربوا جدا ان هي فاهماهم كده، وان هي عارفه ان هما بيعملوا ده كله علشان يضايقوه. واتكلم واحد منهم وقال: احنا مش قصدنا نضايقك ولا حاجه يا طنط، احنا كل الحكايه ان احنا بس بنحب نلعب شويه، واوعدك ان احنا بعد كده مش هنبهدل الدنيا بالطريقه دي. وانا يا حبيبي قلت لكم اعملوا اللي انتوا عايزينه، بس اهم حاجه قبل ما بابا يجي علشان انا هنروق البيت. يلا انا هقوم اجهز الاكل قبل ما بابا يجي. وبعدها بيتكلم احمد مع اخواته بعد ما بتمشي علشان تجهزهم الاكل، وبقول: الست دي عايزه تعمل نصها علينا، عاوزه تبين لنا ان هي ملاك وان هي مستحيل تاذينا، بس دي كله طبعا مش حقيقي. بقول لكم ايه، احنا خلاص هنعمل خطه النهارده نتعبها بيها عشان تبقى فاهمه ان هي هتفضل تعبانه العمر كله لو فضلت هنا. انا جبت جزازه ملاي، عاوزين نفضها لها في الاكل من غير ما تاخد بالها، في الشوربه بتاعتها، في اي حاجه علشان تتعب جامد. وهنا بيعترض ابراهيم كلام اخوه، وبقول له: الملاين ده ممكن يتعبها جامد، ولو بابا عرف اكيد هيزعل مننا. بطل خوف شويه يا ابراهيم، الست دي لو فضلت هنا هتاخد بابا مننا، وساعتها هنخسر بابا للأبد. لما نعمل كده ويزعل شوية أحسن من نخسره خالص، انت فاهم؟ خلاص تمام،
هنعمل كل اللي انت قلت عليه. وفعلا رحاب بيجهز الاكل وبيرجع رحيم وبغير وبيقعدوا كانهم اسره سعيده. واحمد بيستغل انشغال رحاب باخواته وبحط لها علبه الملين كلها في طبق الشوربه بتاعها، وبعد نص ساعه من اكلها بطنها بتتعبها جدا، وللاسف بتكون عندها حساسيه من الملين لدرجه ان هي بتكون تعبانه جدا. الدكتور بيجي وبيديها حقنه منوم علشان تنام وما تحسش بالالم، وبيديها مسكن وبيحكي كل اللي حصل لرحيم، اللي هي واخدة توا ملين وهي عندها حساسية منه. وساعتها رحيم بيشك في ولاده وبيعرف ان ولاده هم السبب، بيقف قدامهم في الصالة والغضب بيكون باين في عينيه، وولاده واقفين وخايفين من تصرفاته ولان باباهم ممكن يعاقبه. ساعتها بيتكلم رحيم معاهم وبيقول: خذلتوني، خليتوني حاسس ان انا مش عارف اربي. امتى ربيتكم لما حد يمدلكوا ايده بالاحسان تديله ايديكم بالشر؟ امتى عودتكم على كده؟ دايما بقول لكم الاحسان بالاحسان، وحتى لو في حد مدلكم ايديكم بالشر اتجنبوه وملاش تبقوا بالاذى زيه. ليه اذيتوها؟ عملت لكم ايه؟ قامت الصبح جهزت لكم الاكل، وطول النهار بتلم كل حاجه من وراكم، وبالليل جهزت لكم العشاء وجازتها ان هي نايمه تعبانه. الدكتور اداها منوم علشان تنام. امتى كنتوا بالاذى ده؟ امتى ولادي كان فيهم الاذى ده؟ وانا معرفش عملت ايه معاك، رغم ان هي ما عملتش معاكم غير كل حلو، انتوا رديتوا بكل اذى. ليه؟ ليه تخلوني واقف قدام نفسي حاسس ان انا مش قدرت اربي ولادي؟ ليه؟ من النهارده ما عادش ما بيننا كلام، والصحوبيه اللي بقت ما بيننا هتنتهي، ومن النهارده هيكون العلاقه اب وولاده بس علاقه صارمه علشان يعرف يربيهم بدل ما هما عمالين يأذوا غيرهم. حاول ساعتها احمد يتكلم ويدافع عن اخواته، بس رحيم مستسمح له انه يتكلم، واتكلم بلغه كلها صارمه وامر، وقال: مش عايز اسمع ولا كلمه، اتفضلوا على اوضتكم علشان تناموا علشان الصبح في مدرسه. مش عاوز اللي حصل طنط رحاب تعرفه، علشان ساعتها هيكون العقاب عقابيه، لان بصراحه مش هقدر اقول لها ولادي اللي ربيته، ولادي اللي عملتي معاهم كل معروف يدوكي الاذى ده كله. اتفضلوا قدامي على اوضتكم. عدى يومين، ورحاب في اليومين ده قدرت تتعافى وكانت بتهتم بالولاد، بس لاحظت ان رحيم بقى بعيد عن الولاد، وان الولاد على طول دايما الوش ليهم حزين جدا، ورحيم بيعاملهم بجفاف، حتى ما عادش بيهتم بيهم زي الاول. ده زعلها جدا لانها ما بتحبش العلاقه تكون كده. وفي يوم كانت قاعده مع الولاد وقالت لهم: عملتوا ايه؟ كل ما بابا يجي البيت يكون مش عاوز يكلمكم، ومهما انتوا بتحاولوا مفيش فايده، ودايما حزين ومخاصمكم. ايه اللي حصل يا ولاد؟ انا عايز اعرف ايه اللي حصل علشان اخلي بابا يرجع يكلمكم من تاني. ممكن بقى حد فيكم يقول لي ايه اللي حصل؟ هاي الولاد ما ردوش، لان رحيم نبه عليهم ما يفتحوش سيره في الموضوع ده، ولو اتكلموا فيه هيحاسبهم حساب عسير. فهي ساعتها لاحظت شروطه وفهمت على طول، وقالت: بابا مخاصمكم علشان الملاين اللي حطيته لي في الاكل، صح؟ لا، هو ملوش حق يتدخل اصلا، الحاجه دي بيني وبينه، هو يتدخل فيها ليه؟ انا هكلمه اول ما يجي، بس انا عايزه اقول لكم على حاجه مهمه قوي. انا عارفه ان انتم متضايقين وفاكرين ان ممكن اجي اخد مكان والدتكم منكم، وكمان اخد والدكم منكم، بس لا، انا عمري ما كانت احلامي كده خالص. ولما وافقت على والدكم وان انا اكون زوجه ليه كنت موافقه بيه، وانتم في حياته مستحيل انتم تطلعوا بره الحياه دي، لأن والدكم بيحبكم جدا وأنا كمان حبيتكم جدا. يلا ادخلوا غيروا هدومكم واجهزوا علشان لما بابا يجي نقعد كلنا مع بعض ونتكلم وصالحكم على بعض. الولاد مبقوش مصدقين إن هي بتتكلم معاهم كده، لا اتعصبت عليهم ولا زعقت، مع إنهم عملوا معاها حاجة ما ينفعش تتعمل، أما هي بصت لهم بابتسامة وبحب، وقررت إن هي لازم تتكلم مع رحيم علشان الخلاف ده يتحل. وبالليل إجا رحيم البيت ولقى رحاب مستنياه والولاد في اوضته، زي ما رحاب طلبت منهم يفضلوا في الاوضه لحد ما تتكلم مع بابا. دخل وساعتها هي اتكلمت معاه وقالت له: انت برضه مش عايز تقولي انت ليه مخاصم الولاد لحد دلوقتي؟ في الوقت ده كان محروق جدا رحيم منها، هيقول لها ايه؟ هيقول لها ان هو مش بيكلم ولاده علشان اللي عملوه فيها، علشان هما كانوا ناقصين يأذوها، مش كان عارف يقول ايه. اما هي اتكلمت بابتسامه هاديه وقالت: رحيم، اللي الولاد عملوه ده عملوه من غيرتهم عليك، عملوه لاني فاكره ان انا هاخد مكان مامتهم وهاخدك منهم، وانا مش زعلانه منهم،
بالعكس أنا متقبلة كل اللي بيعملوه وعايز أكسب قلبه، بس إن أنت تخصمهم علشان هتزود الكره والعداوة ما بينه وما بينه. أنا عايزك دلوقتي تطلع وتقعد مع الولاد وتتكلم، وما تستغربش هما مش راضيوا يحكوا لي أي حاجة، بس أنا اللي فهمت كل حاجة، لأن التعب ده مش إيجالي غير لما باخد دواء معين أنا عارفاه، وعارفة إن الولاد كان قصدهم إن هما يتعبوني، بس هما مش في قصدهم إن هما يأذوني، هما عايزيني بس أزهق وأسيب البيت لأنهم عايزين أبوهم ليه، وأي ولاد مكانهم هيعملوا كده، وبعدين لما يعملوا حاجة فيا لو سمحت مش تدخلش وأنا هحلها. والله أنا ما تدخلش يعني أطلع أنا منها صح؟ طيب يا ستي أي أوامر تانية؟ كنت عايزاك تحكي لي عن مامة الولاد، يعني لو مفيش أي تطفل. كانت بتتكلم بكسوف، أما هو بدأ يتكلم بكلام واعي جدا، كلام كله أحاسيس، ويقول أنا هحكي لك كل حاجة عني من زمان أوي. بص يا ستي، أنا كنت شخص كذاب جدا، بس ما كانش لي علاقات ببنت وعمري ما حبيت، لدرجة إن أصحابي كانوا بيقولوا عليا إني شيخ جامع. المهم كنت في أولى جامعة، أول ما روحت شفت بنت جميلة جدا، ضحكتها بريئة جذبتني ليها، كان هين عليا أروح أخطفها من وسط الكل، بس للأسف إيه البنت دي كان عندها محاضرة، رحت وسألت وعرفت ميعاد المحاضرة بتاعتها، وقلت هروح أنا كمان محاضرتي وبكرة أكلمها، وإجا تاني يوم ورحت مش لقيتها، وإجا بعد يوم ورحت مش لقيتها، وفي الآخر بالصدفة اكتشفت إن هي كانت جاية مع بنت عمها، وإن هي مش طالبة، وإن هي لسه في الثانوي العام وفي آخر سنة، وبنت عمها بتشجعها علشان تنجح وتجيب مجموع عالي وتخش كلية. زعلت جدا وانقهرت، بس حلفت إني مهما يحصل هتكون ليا. يمكن كان عقابي إني أبعد عنها لفترة سنة. وبعدها البنت إجت الكلية، كنت لابس لبس حلو قوي وعايزة أروح أكلمها، بس اتفاجئت بوالدي بيرن عليا وعايزني ضروري. رحت ولقيته جايب المأذون وعايزني أتجوز بنت عمي، انصدمت وكنت لسه هعترض، أنا بحب البنت إزاي هتجوز واحدة تانية. ساعتها قال لي إن هو جواز على الورق، لأن هو ووالدتي عايزين يروحوا يعملوا عمرة، وعاوزين إن أنا أكون معايا بنت عمي في الحلال، علشان ما ينفعش نقعد في بيت واحد وأنا وهي مش في علاقة تربط. وافقت وكتب كتابي على بنت عمي. بعد 20 يوم في الوقت المفروض أهلي يرجعوا فيه، للأسف عملوا حادثة وماتوا، وقتها انقهرت، بس بعدها بكم يوم ما كنتش عارف أعمل إيه، وبالذات لما اتفاجئت ببنت عمي جاية تعترف لي بحبها وعايزاني أكمل معها وإن أنا كل عيلتها. ساعتها انقهرت أكتر ودعيت ربنا إن حبيبتي تكون ليا. فضلت كل يوم أدعي، ورغم كده ما قصرتش مع بنت عمي، وعمري ما بينت لها حاجة لحد ما ماتت وهي بتولد. وهي بتولد قالت لي إن هي خلاص هتموت، بس عايزاني اتجوز البنت اللي كنت بحبها واللي هي مهما عملت مش خلتني انساها. فضلت ادور على البنت، وكنت دايما بدعي لو هي مش اتجوزت تكون من نصيبي، لحد ما شفتها في حفلة تخرج حد وسألت عليها، وقالولي ان هي لسه ما اتجوزتش. رحت يوميها وصليت ودعيت لربنا هالف حمد وشكر ان البنت دي لسه مش اتجوزت، ورحت اتقدمت لها وحكيت لامها على كل حاجة، ووافقت رغم ان انا عندي 3 ولاد، اما هي فكانت خايفة وفكراني كبير، ما تعرفش ان يمكن هي ما اتجوزتش بسبب دعواتي كل يوم في صلاة القيام ان هي تكون ملكي. انت هي البنت دي، بحبك قوي يا رحاب، بحبك وهفضل احبك لاخر يوم في عمري. رحاب كانت مصدومة مش مصدقة ان هو بيحبها زي ما هي بدأت تحبه. هي في اول كلام كانت حاسة بغيرة عليه وانه بيتكلم عن بنت تانية، وبعدين قالت بغيرة لما افتكرت ان دي شقة بنت عم، وقالت له بتحبني لدرجة ان انت جبتني في شقة بنت عم وعلى سريرها، يعني حتى ما طلبتش مني اغير اوضة النوم او اختار اي حاجة. مين قالك يا قلبي ان دي الشقة اللي اتجوزت فيها بنت عم؟ والله ما هي الشقة، الشقة دي انا بعد ما بنت عمي ماتت اخترتها ونقيت العفش كأنه بختاره ليكي انت. كنت مبسوط قوي وبدعي ربنا ان الاقيكي، وقلت لو لقيتك اتجوزتي خلاص هفضل عايش بس، وحتى تأملك ان انت ام ولادي. والله بحبك، بحبك قوي يا رحاب. رحاب اتكسفت جدا
ما بقتش عارفة تعمل ايه. وساعتها حست ان هو بدأ يقرب منها، اتكلمت بكسوف وهي بتقول: رحيم، لا يا رحيم، يلا علشان نطلع للولاية لانهم زمانهم مستنيين، وانا خايف لا يقولوا ان انا كدبت عليهم، يلا علشان تصالحهم. اهربي براحتك يا قمر، بس مش هتفضلي تهربي مني كتير، فاهمة؟ وبعدها رحاب اخدت رحيم وطلعوا الاتنين علشان خاطر الولاية وعلشان يقعدوا مع بعض. ورحيم اتكلم وقال: لولا ان طنط رحاب اتدخلت وقالت لي ان انا ماليش علاقة باللي انتوا بتعملوه معاها، وان هي هتحل كل المشاكل معاكم، انا ما كنتش هكلمها، بس لو اللي حصل ده اتكرر مرة تانية انا هزعل منكم قوي، وهزعل جامد كمان. احنا اسفين ليك يا بابا، واسفين ليك يا طنط رحاب، واوعدك ان احنا عمرنا ما هنعمل اي حاجة تضايقك مرة تانية، وهتبقى العلاقة حلوة. احنا في الاول كنا خايفين قوي لا تاخدي بابا مننا، لان اصحابنا كانوا بيقولولنا كده، بس انت بصراحة من ساعة ما جيت عمرك ما عملتلنا حاجة وحشة، حتى لما حاولنا ان احنا نتعب، رغم ان انت كنت المفروض تزعقلنا وتخلي بابا يخاصمنا، الا ان انت خليتي بابا يجي يكلمنا ويصالحنا، وعلشان كده عمرنا ما هنزعل منك تاني ولا هنزعلك، احنا بنحبك وهنفضل بنحبك، ويا ريت تقبله اسفي. انا مش زعلانه منك يا حبيبي، وعمري ما اقدر ازعل منك، انت واخواتك نور عيني، انا زي قلت لكم وهقولها لكم تاني وللميت مره، من ساعه ما دخلت البيت ده وانا اعتبرت لكم ولادي، وعمري ما هزعلكم ابدا. طب هو ممكن يا طن اقول لك يا ماما؟ اصل كل اصحابي في المدرسه عندهم مام، وبيفضلوا يقولوا لي ان انا مش عندي مام، انا كان نفسي يكون عندي مام. ممكن اقول لك يا ماما وتيجي معايا الحفلات بتاعه عيد الام، وتيجي معايا كل الحفلات؟ وهنا قلب رحاب رقص من الفرح من كلام الصغير، وقالت لها بحب واهتمام: طبعا يا حبيبتي، ده انا يزيدني الشرف ان انا عندي بنوته زي القمر زيك، وهبقى فرحان لو قلت لي يا ماما. ومن اليوم ده العيله كلها اتقلبت لسعاده، والولاد اتقبلوا رحيم، ورحيم كان فرحان جدا وبدا يقرب منها، بس هي كانت مكسوفه منه ولسه مش واخده عليه، بس كانت حابه جدا قربه منها، وكانت سعيده جدا، وكانت علاقتهم حلوه. وفي يوم هو والولاد قرروا ان هم يسهروا سوا، وهي قالت ان هي هتدخل تنام لانها تعبانه، وبعد ما الولاد دخلوا ناموا وهو دخل الاوضه اتفاجئ لما شافها لابسه قميص نوم وواقفه مستنياه، فقرب منها وقال لها بحب: القمر اللي انا شايفه ده معقول؟ ايه انت حلوه كده ليه؟ حلوه قوي يا رحاب. رحاب اتبسطت جدا من الغزل الصريح ده، هو فعلا بقاله فتره بيغزلها، وعينيه اللي فتحوه دايما بحب ليها، وبدات تتكلم بكل دلع دلع انساوي خلاه يتهز من جوه، وقالت: بصراحه يا رحيم، انا فكرت كتير قوي في علاقتنا، انت اديت لعلاقتنا حاجات كتير قوي حلوه، يعني بتهتم بيا وبتهتم بالولاد وبتراعيني، ده غير الحب اللي انت دفنه ليا من زمان قوي، انا بحبك. يمكن في الاول كنت رافضه فكره الجواز، وبعدها لما قبلت لاني حاسه براحه لما صليت صلاه الاستخاره، بعدها لما جيت البيت ده بدات انعجب بيك وبشخصيتك، ولما انت اعترفت لي بحبك كنت فرحانه جدا، لما كنت معرفش مين البنت اللي انت بتحبها وبتتكلم عليها بحب كبير قوي كده وبتعشاها، كنت غيران عليه. انا بحبك قوي يا رحيم، بحبك وعايزه اكمل معاك انت والولاد، ونفضل اسره سعيده زي ما احنا، بحبك ودلوقتي مستعده ان اكمل معاك، وخليني فعلا مراتك فعلا وقوي، لان بصراحه انا كنت خايفه من الخطوه دي، بس دلوقتي وانا متاكده ومن غير ما تردد انا عايزه اكون مراتك يا رحيم، مراتك بجد. رحيم اول ما سمع كلامها ما صدقش نفسه وشالها بين ايديه، وهو بقول لها بعشق وبحب، وبقول لها بلغة كلها عشق: مش مصدق انك دلوقتي بين ايديا، مش مصدق ان انت دلوقتي بتعترفي لي بالحب وعايزه تكوني مراتي، ايام ما حلمت بالليله دي وكنت اصحى من النوم وانا حاسس بفرحه رهيبه، كنت دايما استغفر ربنا واقول يا رب لو مش ليا فيها نصيب مش تعلقني بيها، كان قلبي مش بطل تعلق بيكي، رغم ان كنت متجوز، الا انه كان عندي امل انك في يوم هتكوني ليا ومعايا، حبيتك لعندي الجنون، عشقتك، بحبك قوي يا رحاب، بحبك وهفضل احبك لاخر يوم في حياتي، واوعى تفكري في يوم ان المشاعر دي ممكن تقل، بالعكس كل يوم حزين، كل يوم وانت جاي نايمه جنبي بقوم ابص اشوف انت لسه نايمه جنبي ولا لا، ساعه ما اشوفك واتاكد ان انت موجوده احس بسعاده، بحبك يا رحاب.
هو بدأ رحيل يقرب من رحيل في لمسات هادية جدا، لمسات يبين لها قد ايه هو بيعشقها، قد ايه هو فرحان بقربها، وهي كانت مستسلمه وحاسة بفرحة رهيبة جدا. ولحد هنا يا أحلى مرات في الدنيا دي كلها تكون انتهت قصتنا. أبطالنا عاشوا بسعادة. الملخص من قصتنا يا سادة هو القدر، لو ليك نصيب في حد هتاخد، لو ليك نصيب في حاجة هتاخدها حتى لو بعد مليون سنة، هتاخدها في الدنيا لو مكتوبالك، ولو مش مكتوبالك يبقى أعرف إن هي مش خير لي. حابة أقول لكل شاب زي رحيل متعلق بواحدة، صدقني لو ليك نصيب فيها هتاخدها، ولو مش ليك نصيب ارضى، ارضى بنصيب ربنا، لأن أكيد النصيب اللي ربنا كتبه لك أحلى بكتير. أما حابة أقول لكل بنت زي رحاب، ما تخليش كلام الناس يأثر عليك. رحاب كلام الناس أثر عليها وأثر على عائلتها، كلمة عانس اللي ناس كتير قوي بتقولها البنات من غير ما يراعوا مشاعرهم، راعوا المشاعر، لأن محدش ليه دخل لا في الصحة ولا في الرزق ولا في النصيب، دول كلهم بإيد الرحمن. وأكيد الرحمن لما يخلي نصيب حد يتأخر أكيد في مغزى من القصة. أتمنى إن القصة تكون عجبتكم، إذا عجبتكم لا تنسوني باللايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس. دمتم بصحة وعافية.